من الصفات المذكورة في الأحاديث وفي زيارات الإمام العسكري أنه الزكي، من الزكاة، والزكاة من النمو. الإمام العسكري وآبائه الكرام وابنه الإمام الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء الله عز وجل حباهم بكل الكرامات، ونحن لو استفدنا من هذه الكرامات فنحن المستفيدون، وإذا لم نستفد فليسوا متضررين ونحن الخاسرون. لا يضر الشمس إذا كان الإنسان حجب بصره عن رؤيته، لو كل البشر حجبوا بصرهم عن رؤية الشمس فإن الشمس لا تتضرر، لكنهم يتضررون. لعله الحياة القصيرة للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام سببت أن لا نستفيد نحن كثيرا من علومه، وفي تلك الفترة كثير من تلك الفترة قضاها في السجون، كانت فترة انتقالية من الحضور إلى الغيبة، كان يحتاج إلى فترة انتقالية حتى لا يكون فجأة. لعلنا لم نستفد كثيرا، ولكنه لم يتضرر ونحن كنا الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن يعجل فرج حج المنتظر ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، لننهل من عذب مائهم ومن علومهم ومن زكاتهم ومن طهارتهم.